عزيز، أنا والماما رح نحكي عن كيف فينا نساعدك تتحسن بالمدرسة وما تعمل كتير مشاكل بالبيت ومع الأساتذة. نحن بنعرف إنه أنت ما بتعمل مشاكل عن قصد، صح؟ من يلي لاحظته اليوم والتصرفات اللي عم تحكينا عنها، مثل قلة التركيز، النشاط الزايد، النسيان، الحكي لما ما لازم، كل هالعوارض ممكن تكون مرتبطة بحالة اسمها قصور الانتباه والحركة المفرطة. الاسم طويل بس معناته انه في وضع صحي بيأثر على قدرته على الجمود والحفاظ على التركيز. الوضع فيه يكون متعب بس مع المساعدة ممكن تتحسن الأمور كتير. الوضع صعب لإله مثل ما هو صعب للناس اللي حوله، يعني هو ما بيتصرف بهالطريقة عن قصد ولا لأنه بده يكون عاطل. عزيز، يبدو أنه عندك نشاط أكثر من أكترية الأولاد اللي بعمرك. عندك نشاط لدرجة أنه صعب عليك تركز بالمدرسة وتسمع كلمة أهلك أو الأساتذة. مش مشكلة عزيز، ببساطة يعني لازم نشتغل كلنا سوا، أنت والماما والبابا والأساتذة وأنا، لنتأكد أنه فيك تتعلم وتتسلى بلا كتير مشاكل. حاسة حالي تحت، إنه كتبت لي مهم إنه ما في سبب لحتى عم يتصرف عزيز هيك، والآن كتير إنه ما فينا نعمل شيء لحتى نساعده. أنا بعرف إنه هو كتير بحب يتصرف منيح. شو العلاج للأطفال اللي عندهم هاي المشكلة؟ Psycho Education. What key messages should you give Aziz's mother based on the presentation of Aziz's case? Explain that the child has a health condition that causes overactivity and affects his ability to pay attention. Emphasize the good qualities of the child while identifying weaknesses. Reassure the child and parents that you can help them improve behavior and learning, but it will also require their commitment and motivation. Punishment is not effective and may worsen behavior. Accept and care for the child with a behavioral disorder. Be consistent about what the child is allowed and not allowed to do. Praise or reward the child after you observe good behavior. Start behavioral change by focusing on a few behaviors that you think the child can do. Give clear, simple, and short commands that emphasize what the child should do rather than not do. Never abuse the child. Make punishment mild and infrequent compared to praise. As a replacement for punishment, use a short and clear-cut time out after the child shows problem behavior. Put off discussions with the child until you are calm. Advice may be given over several sessions and repeated to the family. في كتير وسائل فينا نساعده بالبيت وبالمدرسة. الوضع فيه يكون محبط بس مثل ما قلت العقاب نادرا ما بيساعد. المزبوط بحالة عزيز ممكن يخلي تصرفاته أسوأ. خلينا نحكي عن بعض الأشياء اللي ممكن تفيد أكتر. أوكي، نحن مستعدين نجرب كل شيء. رح ركز على شغلتين ذكرتيهم كذا مرة اليوم. ذكرت أنه بتوبخيه لما ما يسمع الكلمة، وأنه عنده صعوبة يكمل مهمات مثل دروسه المدرسية. للمزبوط الأولاد بيتجاوبوا أكتر مع المكافآت عن العقابات. فالهدف هو انه نكافيه على شغله عملها منيح. في شيء بحبه عزيز؟ اكيد بحب الانتباه، بحب لما امدحه، لما اقول له انه اشتغل منيح. تمام، لكن لما تشوفيه عم يعمل شيء منيح، مثلا عم يعمل شغله اللي طلبتيها منه، تاكدي انه تمدحيه وتعطيه انتباهك دغري، وبس تعطيه تعليمات خليها تكون مختصره. يعني بدل ما تقولي له شو ما لازم يعمل، جربي فسري له بالتحديد شو لازم يعمل، وبس يعمل المطلوب اعطيه انتباهك وشيده باي مجهود ايجابي بيعمله. اكيد بتصور فينا نعمل هيدا الشيء، بس لازم اتركه لحتى هو يخلص شغله لحاله. بالواقع هو بحاجه لمراقبه وتشجيع بعد اكثر، رح يكون عنده صعوبه يكمل الفروض الطويله، فقسمي له اياهم لاجزاء ممكن تخلص ب 10 او 15 دقيقه، وبس يخلص الجزء اعطيه مكافاه مثل استراحه صغيره او مديح، وبيكون منيح كمان اذا بتخليه يكمل يعمل الاشياء اللي بحبها مثل الرسم والفوتبول. رح اعمل هيك، هو بينبسط بهذا الشيء. عزيز
What other forms of advice can be given to carers? Praise or reward the child after you observe good behavior. Continue to encourage positive activities and build on the child's strengths. Be consistent about rules and routines about what the child is allowed and not allowed to do. Focus on a few behaviors that you think the parent and child can improve. Give clear, simple, and short commands and state them in positive terms. Minimize distractions for the child. Advice may be given over several sessions and repeated to the family. بحاجة لوقت وجهد كتير للاهتمام بولد عنده قصور الانتباه وفرط الحركة. مهم أنه أنت تكوني كمان عم تهتمي بحالك. عندك شي مشاكل جسدية؟ لا أنا منيحة. بتحس حالك مكتئبة أو تعبانة لدرجة أنه ما عم فيك تعملي شي؟ لا أنا بخير. هلأ مرات بحس حالي مش عم لحق، بس بضل في زوجي وأختي كمان بيساعدوني أني أهتم بعزيز. تمام، أنا مبسوطة أنه في ناس ممكن تتكل عليهم في حال تست مساعدة. بس الاسم شو فيها؟ شكراً، كتير حلوة، بس ما كتبت لي اسمك عليها. قرب الوقت أنه نمشي؟ يلا شوي صغيرة ونروح. عندك شي سؤال بعد؟ لا، ما أخبر جوزي كل شي حكيناه اليوم، ويمكن هو يكون عنده كم سؤال. صحيح، هو كمان منرحب فيه شارك بهالزيارات. أنا رح أكتب كل شي حكينا عنه اليوم لتقدري تراجعيه وكمان تفرجيه للمدرسة. بحب أسمع من الأساتذة تعرف شو عم بيصير بالمدرسة، فإذا ممكن تطلب منه أن يكتبوا لك أي مشاكل عم بتصير بالتحديد بالصف وتجيب المعلومات معك بالموعد الجاي، ممكن أعطيهم نصايح لألون كمان. بشكرك كثير. أهلا وسهلا فيك. لكن بملخص يبدو أنه عزيز عنده وضع صحي عم بيسبب له مشاكل تركيز ونشاط مفرط. تذكري منه ولد عاطل وما عم يتصرف بهالشكل قصد، وفي كتير وسائل لنساعده، بس هو بحاجة للكل يضلوا ملتزمين ومتماسكين بالبيت وبالمدرسة، وفي أخصائيين ممكن يساعدونا في حال احتاجنا لدعم إضافي. بس قبل هيك خلينا نحدد موعد لشهر الجاي ومنشوف كيف بتكون طولت الأمور من هلأ لوقتها. أكيد. باي عزيز، شوفك الشهر الجاي. يلا